مساء الخير. من تلفزيون لبنان بنحييكم وبندعيكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج أمن حالك. بتتوزع فاتورة الاستشفاء بلبنان على عدد من اللاعبين في القطاعين العام والخاص، وهم وزارة الصحة، الضمان الاجتماعي، صناديق التعاضد الخاصة والعامة، وشركات التأمين. انطرح ببرنامج أمن حالك عدة مرات موضوع الخلاف بين شركات التأمين وصناديق التعاضد. إذ شركات التأمين تتهم صناديق التعاضد بالمنافسة الغير مشروعة، إذ أنه الصناديق بتستفيد من إعفاءات ضريبية، وأيضاً بتستفيد من أنه معفية من أنه يكون عندها رأس مال واحتياط إلزامي. وأيضاً صناديق التعاضد تأخذ من ضرب شركات التأمين نسبة مئوية كبيرة من محفظة التأمين الاستشفاء. كمان شركات التأمين بتقول أنه صناديق التعاضد لا تعمل وفق قواعد العلم وما يعرف بارتكاب مخاطر المستقبل والبناء على احتياطه والعمل على أساس الدراسات العلمية، وذلك لأن صندوق التعاضد مكون من أناس غير محترفين واختصاصيين في التأمين. وبهذا الإطار صناديق التعاضد بتلجأ لبعض شركات التأمين أو شركات متخصصة لإدارة عملية لقاء نسبي من الاشتراكات. لنعرف لنجاوب على هالاتهامات ونتعرف أكثر على عمل صناديق التعاضد. اليوم موجود معنا بالاستوديو الأستاذ توني سلامي، مدير عام الصندوق التعاضدي العائلي. مساء الخير. أسيك بألف خير. يعني اليوم في اتهامات كثيرة لصناديق التعاضد، وأيضاً الأسبوع الماضي سألنا المواطنين بريبورتاج خاص إذا بيعرفوا شو الفرق بين شركة تأمين وصندوق تعاضد. كمان المواطن اللبناني طلع ما بيعرف شو هو صندوق التعاضد، فحبينا تكون موجود معنا لنوضح أكثر عمل هالصناديق. أول شيء تجاوب على شغلة اسمها المنافسة الغير مشروعة. نعم. يلي نحن عم نتهم فيها. أنا بعتبر المنافسة موجودة إنما مشروعة، ومشروعة بإصرار، لأنه نحن مرخصين. نحن بس نكون بدون ترخيص بنكون منافسة غير مشروعة، إنما نحن هالمنافسة مشروعة بالنسبة لنا وحقنا. بعدين بالنسبة للي عم بيقول إنه القيمين على صناديق التعاضد بيفتقدوا للاحتراف، هلأ هون ما فينا نشمل، بلكي عم بيتهموا كذا صندوق. ممكن، بس يلي عم يحكي بهذا الموضوع بتصوره هو مش محترف لسبب بسيط، لأنه هذا سوق موجود للكل. المحترف يبين حاله وبيثبت حاله، والمش محترف هو بينسحب تدريجيا. ما في حدا يقول، أو أنا ما بقدر أقول في شركات مش منيح. نعم. نحن مثلنا مثل الشركات. هلأ اللي ما بيعرف شو الفرق بين صندوق التعاضد وشركة التأمين هو الزبون أو هو المواطن. والشركات كمان بتعرف شو الفرق، لأنه كتير يمكن مثل ما قلنا في ثلاث مواضيع عم بتأثر على عليها، انه هني اول شيء بتدفع ضريبه، حضرتكم معفيين من الضرائب، يمكن هذا اللي بيؤدي انه تكون اسعاركم ارخص من شركات التامين. مش هذا السبب الوحيد. نعم. نحن في عندنا سببين بيخلوا اسعارنا تكون ارخص وبيخلوا تقديماتنا تكون اكثر. السبب الاول هو الاعفاء من الضريبه، وهيدا بشكل يمكن 5 او 6% من قسط التامين او من اللي بيدفعه المنتسب لصندوق التعاضد. انما الفارق الكبير بالتقديمات هو من الفائض يلي بيجمعوه المنتسبين ضمن صندوق تعاضد وبيرجع لهم بشكل تدريجي، اما بخصم خاص على الاقساط او بتقديمات اكثر من حيث بالتغطيات. بس هون عم تقول حضرتك اذا كان في فائض بالصندوق، بينما اذا كان الصندوق عم بيخسر، هذا كيف بيأثر على المشترك؟ هل بتنزل تغطياته؟ رح اقول لك، نحن بالنسبه لنا نحن عاملين او كل أكترية صناديق التعاضد بيصدروا عقد للمنتسب، هذا العقد بيكون محمي من كونترا إعادة تأمين. هالعقد هيدا مع معيدي التأمين بيقول إنه نحن مستحيل نخسر، فينا ما نربح، بس مستحيل نخسر. كل صناديق التعاضد حامية حالة؟ أنا اللي بعرفهم أو اللي نحن منتناقش أو منتشاور نحن وياهم أكيد حامين حالهم هيك، لأنه ما بيقدروا يستمروا إلا إذا حميوا حالهم بهالطريقة. المبدأ تبع صندوق التعاضد المفروض يكون محمي بعقد إعادة تأمين بيسمح له أنه ما يربح، بس مستحيل يخليه. هل هذا العقد هو مفروض يعني على شركات على صناديق التعاضد ولا لا؟ منه مفروض هذا. نعم. اختياري أكيد، بس هذا كل مجلس إدارة لصندوق تعاضد بيختاره تيحمي المنتسبين، وخصوصي أنه نحن صار عندنا انتشار أو صار فيه فكر تعاضدي بلبنان عم يكبر تدريجيا، وهذا يمكن السبب يلي بيشكل مخاوف عند بعض شركات التأمين. نعم. إنما إذا نحن منحدي حدو أوروبا أو الأوروبيين أو الغرب
يلي من 50 سنة كان نفس الصراع عم بيصير بين المؤسسات الضامنة وبين صناديق التعاضد. تبين انه بس بالاستشفاء اذا بدك، لانه كل مؤسسة وإلى مطرحها وإلى نطاق عملها وإلى طريقة التوسع بعملها. بالنسبة للقطاع الاستشفائي تثبتت، لانه تقنيا تثبتت انه صناديق التعاضد عفوا هي الحل، كونه تقنيا بتحريك الاموال يلي بتجي من المنتسبين. ونحن مراقبين جدا من الوزارة يلي نحن بننتمي لها، هي وزارة الزراعة. نحن بوزارة الزراعة بقطاع التعاونيات، نحن مراقبين جدا بالنسبة للمصاري وحركة المصاري. هالمصاري هاي تكوينها وتراكمها بيقدر يأمن للمنتسب، لأنه هيدا ملك المنتسب يلي عنا. منا ملك أشخاص مساهمين مثل شركات التأمين، كل آخر سنة بيوزعوا الأرباح وبيحطوا بالخسائر أو الآخر. نحن خسارة أكيد ما عنا، وقت اللي بيكسير عنا ربح، هذا الربح ما في حدا يقدر يدقره إلا لمصلحة المنتسبين، وبيتوزع بأقساط أقل بالسنة المقبلة أو بتقديمات زيادة إضافية بالتغطية. هون رح نحكي أكثر بعد عن هيدا الموضوع، وخاصة في فرق كمان بين صناديق التعاضد العامة والخاصة، لأن حضرتك يمكن قلت الأرباح بتتوزع بالصناديق الخاصة، ممكن بالعامة بتكون أكثر تقديمات. لا، إذا في من أرباح بس بالعامة وبالخاصة هي ذاتها، نحن ما فينا نسميها أرباح، نحن مؤسسة لا تبغي الربح. لا تبغي الربح. انما هلا رح نعرف شو يعني انه نحن من موت الجوع، نحن من نشتغل. لا طبيعي. انما الربح الفائض الوفر يلي بيصير بالمؤسسات العامه والخاصه، لانه الاساس هو ذاته. نعم. رح نتعرف مع حضرتك ورح ننتقل لعند زميلتنا كريستين حداد لنعرف شو هي اهداف صناديق التعاضد. بداية مساء الخير لضيفنا الأستاذ سلامي، أكيد مساء الخير لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا بهذه الحلقة. إذن رح نحكي شوي تعريف عن صناديق التعاضد، وكمان رح نحكي كمان أكثر حتى نقول شو هي التقديمات والمنافع يلي بتقدمها صناديق التعاضد. إذن صدر القانون الخاص بصناديق التعاضد سنة 1977، وما طرأ عليه أي تعديل من وقتها رغم التطورات والتغيرات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية القائمة. صناديق التعاضد هي جمعيات أشخاص تبنى على الرغبة بالتضامن والمساعدة أكيد بين بعضها وبين جميع أفرادها بهدف العمل لمصلحة أعضائها والمنتسبين إلها. هي أكيد جمعيات ما بتبغي الربح المادي مثل ما ذكر أستاذ سلامة، وبتعمل لتقديم المنافع والخدمات التالية يلي رح نقولها. أولاً التعويض عن نتائج الأحداث والأخطار يلي بتصيب الأعضاء أو عائلاتهم، سواء بشخصهم أو بممتلكاتهم أو باستثماراتهم. ثانياً التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية يلي بتصيبهم أو بتصيب عائلاتهم. مساعدة الأعضاء بحالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة، وتشجيع التعليم والتخصص بكل فروعه، وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية للأعضاء ولأولادهم كمان أيضا. هون بالعودة إلك أستاذ سلامة، يعني في سؤال أكيد بيطرح نفسه، وخاصة أنه كتار من المواطنين هلا عم بيتابعونا بهيدي الحلقة عم بيسألوا نفسهم أنه نحن هل لازم نتجه لصناديق التعاضد أو لازم نروح لشركات التأمين؟ حضرتك شو بتقلن؟ أنا بقلن ينقوا يلي بيناسبهم أكتر، اللي بيناسبهم أكتر يلي هو بيعطيهم خدمات أكتر، لأنه كل حدا سواء كان صندوق تعاضد أو شركة تأمين عنده عقد عم بيقدمه لحدا، المنتسب أو الزبون. بموجب هذا العقد المفروض أي حدا يطلع ويشوف هذا العقد شو مقدم له وهذا العقد شو مقدم له، وبنفس الوقت يقارن المعطيات اللي بياخدها مع الأقساط اللي بيدفعها. نعم، يعني أنتوا عندكم تغطيات بصناديق التعاضد عم بتكون أكثر من التغطيات يلي عم بتقدمها شركات التأمين؟ أكيد، نحن في عنا كتير إشياء أكثر. مثل شو إذا فينا هيك نعرف كم شغلة سريعاً؟ في إشياء ما بغطيها العقد بشركات التأمين واللي هي معترف فيها، حالات العقم مثلاً. بحالات العقم نحن منغطي، وفي بعض الأمور يلي بالإمبلونتاسيون يعني بالزراعة الأعضاء وهالأوصاص، هودي العقد تأميني عادة بشكل عام ما بغطيهم.
نحن منساهم بمساعدة كبيرة وأوقات منغطيهم كلهم. كمان بعض الشركات بلشت أكيد تساهم. بلشت تساهم. نحن هذا ما مبلشين فيها من قبل. يعني هني عم بيرجعوا عم بيلحقوا شوي. نعم. في المنافسة مثل ما قلت. صحيح. استاذ سلامي، في مثل ما قلنا في اربع اهداف حسب ما بنقول القانون حاطتهم لصناديق التعاضد، ولكن صناديق التعاضد فيها تستثني احد هالتغطيات او هالتقديمات؟ اكيد هي الاهداف خلقت صناديق التعاضد تتساعد المنتسبين لها ايا كانوا عددهم وايا كان قصصهم بالشكل يلي بيرتقوه وبالشكل اللي بيقدروا يدفعوا الاقساط يلي تعطيهم على أساسه مردود. إذا قصدت بالتقديمات مثلا الاستشفائية، إذا قصدت بالتقديمات الأقساط المدرسية، إذا قصدت بالتقديمات السكن بحالات الزواج، بحالات الزواج هيدي الأمور تعرف أنت أنه كله فيها دراسة أكتويرية، حتى بالاستشفاء بالمساعدات المدرسية بالزواج بتحكي ببروبابيليتي بنسبة معينة. النسبة المعينة اللي أنت بدك تساعد فيها لازم تلمها من عدد من الناس، لأنه مبدأ التأمين بشكل عام هو مجموعة بتساعد شخص. نعم. أو بتدفع مبلغ معين لحالة معينة بيكونوا مساهمين فيها مجموعة. كله هذا له دراسات، إنما اليوم الشائع واللي ماشي أكثر هو الاستشفاء، لأنه أكثر شيء هي كل اللي عم تفضل وتحكي فيهم هني حاجة، بس بدك تشوف الإمكانية لتقدر تدفع حق هالحاجات. نعم. هون عم نحكي على صناديق التعاضد اللي هي خاصة بتقدم أكثر شيء خدمات الاستشفاء. صحيح. للمنتسبين إليها، ولكن صحيح. اللي تابع على الدولة أو اللي هي تسمى العامة أكيد فيها بعض التغطيات الزيادة عن مثل المدارس ومساعدات العائلية. بيقدر يكون عنا نحن نفس التغطيات. نعم. لأنه المبدأ الأساسي ذاته، بدك تشوف قديش عم يستقطعوا من هالمعاشات للصناديق يلي إذا بدك تابع. نعم. على المؤسسات العامة بك تشوف قديش عم يقططعوا من المعاشات لكل هودي الموجودين عندهم، تعتلي على ضوء يرجعولن يلي عم بيرجعولن إياه. يعني بالمبدأ بالنهاية في رسم انتساب. نعم. سنوي لكل شخص بده يكون منتسب، بيقدر هالمنتسب. نعم. ياخد مساعدة بحال الزواج، بيقدر ياخد مساعدة أو قصة مدرسة سنوي للأولاد اللي هني من عمر كذا. نعم. لعمر كذا، وبيقدر بنفس الوقت يحمي حاله استشفائيا في حال سخن او صار معه حادث. انما كل شيء كل عقد من هولي حقه هالقد مصاري، بما انه اليوم الحاجه كثيره والامكانيات قليله صاير نحن شغلنا اكثر على تغطيات الاستشفاء، انما الامكانيه ان نعمل كل شيء فينا نعمله. بس في بعض صناديق التعاضد بلشت تصدر بوالس كمان مثل السيارات عم نسمع فيها ببعض المناطق والالزامي وضد الغير وغيرها، هل هيدا الشيء قانوني؟ لأنه هون عم نشوف إنه إذا بدنا فينا نفسر كل بند إنه مساعدات عائلية أو مثلاً إذا صار أضرار بممتلكاتهم ممكن تسأل ممتلكاته هي سيارة. نعم. هي قانونية وقانونية جداً، إنما بالصراع اللي ماشي وبالمونوبول اللي حاصل بلبنان إذا بدك استقصوا صناديق التعاضد من أنه يعملوا بوليسة إلزامي إذا بدك، لأنه كانوا عاملين بول شركات التأمين بين بعض. لهالسبب بعدت هيدا الأجواء، إنما هيدا فينا نعمله نحنا قانوني وهو حق، إنما مش مقبولة إذا صدرنا نحنا بوليسة إلزامي نقدر نحطها. نعم. نعم. بالدوائر الميكانيك للسيارات تقدروا على أساسها يتصرفوا. نعم. استاذ سلامي، يعني هون مين الاشخاص يلي ممكن تستثنون من هيدي التغطيات او ما تقبلون بصندوق التعاضد، او يعني او انتم مجبورين تاخذوا كل الاشخاص يلي بيقدموا طلبات انتساب للصندوق؟ حلو هذا السؤال، لانه نحن المؤسسات التعاضديه وهذا واحد من المفارقات بيننا وبين شركات التامين، انه ما بنستثني حدا وما في حدا ما بناخده وما في حدا ما له عنا تغطيه معينه. لحتى العمر يعني ما في، اذا بده ياخذ استشفاء هل ممكن شخص عم بيجينا كثير اسئله على البرنامج، اسئله اللي بدنا يعني حكينا عنها الاسبوع الماضي بالحلقه المباشره، كثير ناس كبار بالعمر 83 75 عم بيتصلوا ما عم بيقدروا يشتروا تامين او يطلبوا تامين من شركات التامين، هل انتم عندكم؟ نحن الحد الاقصى للدخول للانتساب هو 75 سنه، وإذا انتسب بيكمل على طول ما. نعم. منوقفه على عمر معين أيا كان لتحت 85. هلأ إذا كان فوق 75
تدرس الحالة، كل حالة بحلتها حسب مين معه، مين أفراد العائلة، مين المجموعة اللي جاية، إنما أكيد بناخده وما في عنا حدا نحن بنرفضه، بس بصير في ممكن عليه زيادة قسط معين. نعم. بيكون عندك. نعم. حسب هيدي كل حالة بحلتها. إنما بالشكل العادي، عفوا، بالشكل العادي لحد ال 75 سنة بيقدر أي حدا يفوت لعنا. إذن منقول لكل المشاهدين اللي عم يسألوا هالسؤال، إذا شركات التأمين ما قدرت تقدم لهم خدمات لعمر هني بيوقفوا على 65، شركات صناديق التعاضد بتقدر تستقبلهم لعمر 75. أكيد ما في شك بهذا الشيء. إذن نحن مكملين معك أستاذ سلامي، ولكن رح نتوقف مع فاصل إعلاني وأكيد بنرجع بنتابع أمن حالك. مكملين معكم مشاهدينا بحلقة اليوم من برنامج أمن حقلك. لكل المشاهدين يلي عم بيتابعونا بتقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك ومن خلال الرقم الخاص بالبرنامج يلي عم يمرق قدامكم على الشاشة. أما هلا رح نتوقف مع ريبورتاج قصير، أكيد توجهنا بسؤال للمواطنين، سألناهم عن رأيهم بأسعار المستشفيات، خلينا نشوف سوا شو كانت آرائهم. أسعار المستشفيات والاستشفاء بلبنان يا حرام، كفر، كثير منيحه. امي عملت عمليه امبارح $11,000 لعينه. غالي جدا، بدك تروح على المستشفى بيخلوك، ما بقول لك ما في محل، وبتفل ما في محلات، يا بيموت هو بقلب السياره يا على الطريق. كثير غالي، من الاغلى بالعالم. I know that for sure، يعني لانه كثير مسافر. I know that. ما قادرين نفوت، لا فعلا، يعني أنا بدي عملية لعيني ما قادر أفوت عليهم. غالية، إذا ما مأمن مينيموم 5 ملايين ل 10 ملايين فوتة مستشفى بدك تكة إذا أول ما تفوت عليها. اللي أنا عندي أسيغانس هلا يمكن كتير غالي، كتير كتير غالي، بس إنه لازم ضروري. أغلى بالشرق الأوسط كله، أغلى شيء لبنان. أكيد كتير غالية، واللي ما معه مصاري بيموت. لما نروح الإنسان على المستشفى إذا كان مثلاً عم بموت ما بفوتوا له يحط تأمين. في إساءات بكل القطاعات، يعني من الحكيم للمستشفى لشركة التأمين للمؤمن بحد ذاته، في شيء اسمه أبيوز، يعني سوء استعمال. استاذ سلامه، يعني مثل ما شفنا كمان بالريبورتاج انه دائما في مشاكل عم بتكون موجوده وشكاوى من المواطن للمستشفيات، انتم بصناديق التعاضد كمان عندكم مشاكل اللي عم بتواجهوها مع المستشفيات؟ طبعا نحن بنواجه نفس المشاكل، لانه نحن بديرونا شركات خدمات يلي بيخدموا الزباين تبعولنا المنتسبين، بيخدموا زباين شركات التامين. نحن بنعاني من نفس المشكله، بس لفت لي نظري العام يلي حكي بالأبيوز. احنا في عنا أبيوز مش بس مصاري، في عنا أبيوز بالأخلاق، في عنا أبيوز بطريقة التعاطي. احنا بحاجة لتربية لحتى الناس تعرف تتعاطى مع بعضها أكثر وبسوليديتي أكثر. برأيك يعني مرات عم بينطلب من المريض فحوصات زيادة بس لأنه مضمون أو هو على حساب صندوق التعاضد أكثر ما لازم؟ مع احترامي وتقديري لكل القطاع الصحي، بالكل الخدمات والتضحيات اللي عم بيقدمها أكيد في مطارح فيها استغلال. اليوم مثلا في بعض الحكمة، مع احترامي وتقديري للكل، ما بيقول لك عندي مرضى، بيقول لك عندي زباين. نعم. يعني المنحة التجاري أخذ الحصة الأكبر بهذا القطاع، وللأسف الشديد وعلى ضوءه بتصير تتراكم المشاكل، أو بنصير نحن بين التدقيق اللي نحن بنعمله. نعم. وبعض الابيوز يلي بينفذوه المستشفيات والاطباء وكل هولي عم بيروح المنتسب ضحيه، ان كان بعدم التغطيه بعض الاوقات، وان كان بزياده القسط السنوي يلي عم يتراكم عليه او عم بيزيد عليه تدريجيا. اذا يعني برايك المستشفيات عم بتبالغ بالاسعار ويمكن ما بقدر اقول عم بيبالغوا بالاسعار. نعم. بس يمكن عم بيبالغوا بالحالات، لانه اليوم الحاله يلي حقها هالقد حقها هالقد. نعم. ما عم بيبالغوا فيها. يعني هل عم يلتزموا بالاسعار اللي عم بتحددها شركات الخدمات؟ أكيد. لانه انتم بتستعينوا بشركات الخدمات، هذا الموضوع عم بيصير فيه له اتفاق. يعني انا ما بقدر اقول، لانه هذا شغل ما بقدر افهم فيه كثير. نعم. انما
ما بقدر أقول أنا مش عم يلتزموا بالسعر أو مش عم يلتزموا بالعقد اللي معمول مع مقدمي الخدمات. نفس الشيء كله ماشي تمام وكله طبيعي ويقدروا على عم يعملوا. المستشفيات كمان بدورها بتنق وبتقول إنه كل الشركات كل يعني القطاعات الضامنة إن كانت خاصة ولا عامة ما عم بتحسبها بالوقت، هذا كمان عم بيؤدي لخسارات كثيرة، هذا اللي عم بيخليها تزيد أسعارها. هل هالشيء مبرر؟ يمكن أنا برأيي نحن الوحيدين القطاع التأميني إذا بدك بشكل عام، الخاص هو اللي عم يدفع، لأنه إذا تأخر عن الوقت 5 أيام أو 10 أيام عم بيوقفوا له زباينه بالمستشفى. نعم. هذا يمكن أكتر ناس هو اللي عم يدفعوا مصاري. المشاكل الباقية بتصور أنا مع الأشياء القطاعات العامة يلي مش عم تقدر المستشفى تحصل منهم على حقها بالوقت اللي لازم تحصل فيه. نعم. وزيادة مش عم تقدر تعطي السعر اللي عم لازم تحطه، يعني في تسعير قديمة مثلا. نعم. إذا أخذنا بعين الاعتبار الضمان. نعم. الضمان بسعر مثلا الأكت ميديكال $100 هو لازم يكون حقه 500، وما زادت التسعيرة لأنه هاي بدأ مجلس وزراء وبدأ 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 ما بيقدروا يدفعوا إلا بناء لها، أو المريض عم يدفع الفرق أو عم بيشيلوا بعض الفروقات من المؤسسات الضامنة. يعني الشركات أو القطاع الخاص هو عم بيدفع يمكن ثمن تقصير القطاع العام بمجال الاستشفاء بدون شك. بتطلع أكيد آخر شيء على المؤمن إن كان بشركات التأمين أو بصناديق الضامن. بالنهاية من تطلع على حساب المؤمن. صحيح. طيب وبرأيك مين بيقدر يضبط هالقطاع، قطاع الاستشفاء؟ اللي بيضبط هذا القطاع، أنا قلت قبل شوي نحن بنفتقر ل بيرسونال، يعني لأشخاص. نعم. لتربية للأخلاق والتربية. لتربية. نعم. أشخاص فعالين، هيدا بيضبط كل شيء. يعني اليوم إذا كان الفريق بالمستشفى فريق مدرب ومنضبط وعم بيتعاطى كما يجب أنه يتعاطى، كمان بصناديق التعاضد وبشركات التأمين إذا الأشخاص المعنيين كانوا عم يتعاطوا كما يجب أنه يتعاطوا، وبالنسبة للناس المنتسبين والمؤمنين إذا كمان عملوا واجباتهم وتعاطوا كما يجب أنه يتعاطى ما بصير مشكلة، بتنضبط أوتوماتيكيا لوحدها. يعني المشكلة باللبناني. المشكلة باللبناني شوي. نعم. إحنا بشكل نحط الحق على طول. نعم. إحنا على طول بنحط الحق على الدولة، نبلش بحالنا يا أخي. نعم. نحن عنا المشكلة من عنا وبالطالع، ما نبلش كله على الدولة. الدولة مين؟ الدولة نحن. نعم. استاذ سلام، يعني هيك بالوقت المتبقي بدنا نسال حضرتك، مثل ما قلنا في منافسه وشركات التامين، نرجع للموضوع اللي بلشنا فيه لنختم فيه. مثل ما قلنا اول شيء انت حضرتكم ما بتدفعوا ضريبه، هن بيدفعوا ضريبه، حتى بيدفعوا ضريبه حتى لو مش محصلين القسط، يعني هذا كمان عم بيؤديهم لخساره، وبنعرف الوضع هلا بالسوق كيف، في الكثير من الاقساط مش محصله. صحيح. هل انتم عم تواجهوا زيت الموضوع بدفع الاقساط من قبل المنتسبين؟ طبعا. يعني نحن عم نعتمد تقسيط هالمتوجبات مع المنتسبين، بس أكيد عم نواجه يعني مشكلة التحصيل اليوم بالبلد عم نواجهها كلنا سوا، مش نحن عايشين بمطرح وغير ناس أو غير شركات عايشين. شركات التأمين بحق إلا تفسخ العقد مع المؤمن اللي هو ما عم بيدفع القسط بحالة صناديق التعاضد. نحن كمان بحق لنا نفسخ العقد أو نوقف التعاقد مع اللي بيتخلف عن الدفع. هذا ضمن القانون. طبعا ضمن القانون. واكيد كمان من الاشياء اللي انتم بتتميزوا فيها عن شركات التامين اللي هي بتسهلكم شغلكم، انه دائما شركات التامين لتشتغل باي نوع من التامينات بدها تحجز مبلغ من المال لدى وزاره الاقتصاد. هل انتم عندكم هذا الموضوع ولا هذا بيسهل شغلكم اكثر؟ لا، هذا ما بيسهلنا شغلنا اكثر، هذا بخلينا نكون دقيقين اكثر وبخلينا نكون حريصين اكثر، لأنه الفرق تقول لك بشركة تأمين بيملكها 2 أو 3 أو 4 أو 5 يفرض عليهم ديبوزيت معين. نعم. التعاضد بيملكوه كل المنتسبين. نعم. منشان هيك لا يفرض عليه، لأنه هن باختيارهم انتسبوا لهالصندوق وحطوا ثقتهم فيه وعينوا مجلس إدارة تيدلهم أعمالهم وكل هالأمور، ملكيته بترجع لقالهم كليتهم بالتساوي. نعم. بس بعد شغلة قبل ما ننتقل عن زميلتي كريستين، في موضوع الاحتياط، انتم الدولة جابرتكم ب 25% من الأقساط، بينما شركات التأمين وزارة الاقتصاد فرض عليهم أكثر بكثير. مش أكثر. 40%. 40%. صحيح. 15% مش هينة. أكيد. تقدروا تتصرفوا فيها أكيد بحرية أكثر، بتسهل شغلكم أكثر. طبعا. بس أقول لك شغلة،
اليوم هذا الاحتياطي 40% عند شركات التأمين وال 25% عندنا، هذا بيصفي احتياطي سنوي بيقدر يتحرر حسب الأقساط، وكل ما تجددت الأقساط بيتحرر. أول سنة بيكون عائق، بعدين بيصير متداول بشكل كتير طبيعي. الفارق عند شركات التأمين أنه هي فيها تقسمه، وكلهم هول الأربعين والخمسة وعشرين عم يرفعوا حقهم الناس بالنهاية. أيا كانوا. أستاذ سلامة، كمان بشركات التأمين يعني المواطن لما بيكون عنده أي شكوى أو أي مشكلة بيواجهها بيقدر يتوجه لمركز الشكاوى بوزارة الاقتصاد، وكمان إذا في كمان أي مشكلة ممكن تتحول لمجلس الضمان التحكيمي، بينما بصناديق التعاضد لوين بده يتجه المواطن؟ بيتجه لنفس الجهة، لأنه نحن عم نبيعه عقد بيشبه، أو العقد هذا بيفرض علينا نحن كجهة ضامنين نلتزم معه ضمن هذه الموجبات والعقود. إنما نحن لهلأ ما صار عندنا مشكلة، وكل استاذ سلامة الجهات اللي ذكرتهم زميلتي كريستين هني تحت وزارة منضوية، تحت وزارة الاقتصاد. لا، هول جهات قانونية ما خاصة وزارة الاقتصاد فيهم. اللجنة التحكيمية هي جهة قانونية بتحكم بينما بس ما لها دخل فيها وزارة الاقتصاد أبدا. يعني هلا كل شخص عنده مشكل مع كل شخص عنده مشكلة مع أي جهة ضامنة بيقدر يلجأ للجنة التحكيمية، من شان الفرق هيدا انخلقت من شان ما يضطر المؤمن يدفع مصاري كتير تيفتح دعوة. بيقدروا يبتلوا وما بتاخد وقت، خلال 15 أو 20 يوم بيطلع له جواب. أستاذ سلام، يعني نحن هون خلص وقتنا مع حضرتك، بنتمنى يعني يكون بهالوقت بهالحلقة وضحنا للمشاهد الفرق بين صناديق التعاضد وشركات التأمين. إن شاء الله أكيد بالحلقات اللي جاي بنحكي أكتر وأكتر عن هالموضوع كرمالي أكيد المواطن يستفيد. يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله نكون وضحنا اللي لازم نوضحه وما نفهمنا غلط. وتحياتي للجميع و شكرا لك. إذن ضيفنا الليلة كان الأستاذ توني سلامة، مدير عام الصندوق التعاضدي العائلة. أكيد نحن رح نتوقف مع فاصل إعلاني، من بعدها بنكون مع أسئلة المشاهدين. فكرة من برنامج أمن حالك ولا أسئلة المشاهدين أكيد يلي عم ناخدها خلال الأسبوع على رقم التليفون وعلى صفحة الفيسبوك أمن حالك. نادر، في سؤال وصلنا من شخص عم بيقول أنا مأمن ضد الغير، ضربت سيارتي بصخرة على جنب الطريق، هل من الضروري أني أطلب خبير سير أو لا؟ إنه أكيد لا، مش ضروري، لأنه الصخرة منا ضرر، ما سبب ضرر لسيارة أو لممتلكات عامة أو خاصة. وأكيد كلنا بنعرف إنه ضد الغير هي بتأمن الغير، يعني ما نحن هون ما بنستفيد كصاحب سيارة، ما بيستفيد من هالبوليسة إلا إنه يغطي أضرار اللي سببها للغير المادية. إذن إلا إذا كان في أملاك عامة كمان ضررت. نعم، بحالة الأملاك العامة والخاصة لازم يكون في خبير. لازم يكون في خبير أكيد، لأنه سبب بضرر. نعم، بس إذا عامل توريسك، إذا عامل تغطية أور ريسك اللي هي تأمين شامل على السيارة، أكيد لازم تطلب خبير بهذه الحالة. حتى إلا إذا كمان تتصل بشركة التأمين على الكول سنتر تبعولهم وبتاخد أبروفل، موافقة أنه مش ضروري تجيب خبير. يعني الأفضل نبلغ الشركة، لأنه في حالات مرات منفوت بالصخرة ومنكون مثلا شاربين كمية زيادة من الكحول، فهون ممكن الشركة تتهم هالسائق بهذا الموضوع، فالأفضل لما يفوت بلغط أنه يبلغ الشركة. نعم، منى عم بتقول طلب للحكيم النسائي فحوصات مخبرية ليشوف ليه في تأخير بالحمل عندي، بس الشركة رفضت تغطي لي الفحوصات مع أنه عم بتقول عاملة إنه أوت. نعم، يعني مرق نحن أصلا اليوم بحلقتنا عن هالموضوع، بعتقد توضح، بس أكيد نرجع منوضح أنه كل شيء، كل حالات العقم تحت كل بوالي التأمين، تحت أغلبية بوالي التأمين الموجودة بالشركات بلبنان ما بتغطي حالات العقم، عشان هيك أكيد ما غطوا للفحوصات المخبرية. كمان بآخر سؤال، زهى عم بتقول أنا عملت تأمين للعمال الأجانب، قالوا لي بالمكتب أنه بيطلع لي تذكرة سفر بدل ترحيل للعامل، قررت استغنى عن خدماتها ورحلتها، وكنت بدي رحلها على البلد، اتصلت بالشركة فرفضوا يعطوني ثمن التذكرة. من الطبيعي، لأنه يعني زهى حسب ما عرفنا أنه كانت اختلفت مع العامل الأجنبي، يعني هذا الموضوع أكيد ما بيفوت ضمن بوليسة التأمين، ما فيها شركات التأمين تغطي
تعطي اذا ربت المنزل ما كان على مزاجها شو اسمه. نعم في شروط معينه لازم بتحددها شركه التامين. بلكي هون نذكرهم سريعا، يمكن بحال وفاه صاحب العمل، بحال صدور حكم عن المحاكم اللبنانيه بتقضي بافلاس صاحب العمل. اذا اصيب الاجير الاجنبي خلال تنفيذ عقد العمل بمرض. هون كمان بنرجع بدنا نوضح لها كمان لزهى انه يعني هي عم بتقول انه المكتب قال لا انه بتتغطى، يعني هون لازم تكون الامور واضحه. لما انت عم تسالي شو هي الشروط وشو هي التغطيات تكون واضحه بالنسبه لك. بنرجع بنذكر كريستين انه كل في شركات تامين عم بتعطي تغطيات على بوالس العمال الاجانب، تغطيات اضافيه غير اللي الدولة فرضتهم، اللي مثلا ممكن في شركات بترحل بحال خلاف ولكن بدها تكون مأكده، بينما البوليسه الرسميه اللي هي الدولة فارضتها ما فيها هيدي الكيس، يعني ما بتغطي لها لهالحالة. إذن لهون مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج أمن حالك. أكيد نحن أكيد مثل العادة بنعطي الموعد الأسبوع القادم لكل المشاهدين، وعلى أمل نكون دايما كلنا عم نستفيد من هالبرنامج اللي عم بيضوي على قطاع التأمين. إلى اللقاء.